يعني بعض السذج، بعض الضالين، بعض المنحرفين، بعض المدسوسين الذين يتحدثون عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، يتحدثون عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم بالسوء، ويسيرون على النهج الأموي ليس على نهج أهل البيت سلام الله عليهم. الآن هذا القائد العسكري يحاول أن يستخف بهذا، فماذا يعمل؟ يطعن بزوجة الخليفة، بزوجة أمير المؤمنين، بزوجة عثمان، فيقول: يا أهل الشام، إن أم هذا كانت تدخل أنا الآن هذه خرجت الكلمة من القاموس، تدخل الجعل في فيها على قضية شتيمة الآن